تزامنا مع انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في السعودية الجنادرية، دشنت إدارة المهرجان تطبيق الجنادرية الذي يحتوي على تعريف كامل عن المهرجان وخريطة توضيحية لأجنحة وأركان المهرجان، إضافة إلى جدول للفعاليات. هذا بالإضافة إلى إطلاق حساب خاص على سناب لتغطية فعاليات المهرجان الذي يستمر لأسبوعين. وللحديث عن مضمون التغطية على مواقع التواصل وأبرز فعاليات المهرجان، ينضم إلينا من الجنادرية عبر الهاتف مدير المركز الإعلامي النقيب محمد الحميد. أهلا فيك معنا، وخليني أبتدي وأسألك عن التطبيق اللي أطلقته للجنادرية. يا هلا وسهلا، تفضل. هل سامعني؟ أنت الآن معنا على الهواء، وكنت حابة أنك تحكي لنا تحديدا، تعطينا تفاصيل أكثر عن تطبيق الجنادرية. الله يحييك. طبعا الحمد لله دشن معالي نائب وزير حرس وطني في المؤتمر الصحفي التطبيق الإلكتروني للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية. طبعا التطبيق الحمد لله يحتوي على تفاصيل كثيرة، طبعا أشياء كثيرة. بداية نبدأ بالأبرز، طبعا تعريف عن المهرجان الجنادرية، ماذا يحتوي أو ينقل التراث عن يعني من السابق يعني. طبعا الأشياء الأهم اللي تخدم الزوار القرية الجنادرية والضيوف وال يعني المرتدين للمهرجان. نعم. طبعا احنا عندنا طبعا اكثر من ايقونه، نبدا في اول ايقونه اللي هي النشاط الثقافي والفعاليات. طبعا اذا يعني جدول للفعاليات في التطبيق، في جدول للفعاليات، جدول النشاط الثقافي والفعاليات ككل. نعم. طبعا من ضمنها طبعا حفل اللي هو او معليش اللي هو سباق الهجن، الندوات داخل قاعة الملك فيصل في جميل انتركونتيننتال. طيب الناس دائما عندها أسئلة، مش بس فقط عن الفعاليات، عندها أسئلة عن خريطة المكان، وخصوصا موضوع مواقف السيارات كمان تحديدا، خصوصا أنه عدد الزوار ما شاء الله دائما بيكون كبير، فهل هذا الشيء أيضا موجود في التطبيق؟ نعم، هذا موجود طبعا في أيقونة الزيارات، مواعيد زيارة الرجال، مواعيد زيارة العوائل. بإمكان الشخص أو أي شخص يدخل عليها يوضح له متى الزيارة، التاريخ، الوقت، من يعني من 4 عصرا إلى 12 ليلا. هذا بالنسبة لتوقيت الزيارات. جميل. خليني أسألك سريعا كمان عن تطبيق سناب شات، أنتوا دشنتوا تغطية أو حساب على سناب شات لأول مرة هذه السنة، إيش حيتضمن؟ طبعا من ضمن التطبيق في ايقونات لمواقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، تويتر، انستغرام، اليوتيوب. طبعا سناب شات تغطيه الفعاليات ككل، سواء داخل القريه او في قاعات الندوات اللي راح تكون عن المهرجان وباستمرار يعني. جميل، يعني حتى اللي ما هو في المهرجان يقدر يتابع فعاليات المهرجان. نشكرك على هذه النظرة السريعة. كان معنا عبر الهاتف مدير المركز الإعلامي لمهرجان الجنادرية النقيب محمد الحميد، شكرا لك.